نظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع مؤسسة وطن الإمارات بمركز عيسى الثقافي جلسة حوارية حول التمكين السياسي للشباب، قدمها سعادة ضرار بلهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطن الإمارات، حيث تأتي هذه الجلسة ضمن اتفاقية التعاون بين المعهد والمؤسسة، وعلى هامش الزيارة التي تقوم بها المؤسسة برئاسة الفلاسي ويرافقها عدد من خريجي برنامج البرلمانيون الشباب. أنا أعتقد التجربة اللي نحن قدمناها برلمانيون الشباب ناجحة، ولهذا البحرين بالنسبة لنا نحن بلدنا، فنفضل نقل التجربة ونقل المعرفة ونقل الخبرة والخبرات المكتسبة إلى مملكة البحرين الشقيقة العزيزة على قلوبنا. أعتقد أن الشباب في ظل الظروف الراهنة، في ظل المستجدات، بحاجة إلى توسيع مدارك العلم عنده، توسيع مدارك المعرفة، وتعزيز الهوية الوطنية اللي هو في أمس الحاجة إليها. يمكن جزء مهم هو الاعتزاز والافتخار بالمكتسبات، بالإنجازات اللي حققناها نحن. وأعتقد أهم جزء، نحن لدينا قيم، لدينا مبادئ، لدينا ثوابت وطنية نعتز ونفتخر فيها، ولا لسنا بحاجة لاستيراد ديمقراطيات الغرب. تضمنت الجلسة ثلاثة محاور أساسية حول أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية والأثر الإيجابي في تطوير المجتمعات العربية والخليجية، ومساهمة الشباب ودورهم في نهضة الوطن من خلال تقديم المبادرات والمقترحات الهامة والإيجابية لصناعة القرار السياسي، وتعزيز الثقافة السياسية لدى الشباب وصناعة المحتوى الوطني الثقافي والإيجابي لدعم الدول والمجتمعات. أهمية هذه الندوة أهمية كبيرة جدا لدينا إحنا كشباب. انخراط الشباب في الأمور السياسية بالنسبة لنا جدا كبير، فإحنا ذا اليوم القادة تعطينا المسؤولية بأن إحنا نشارك في القرار السياسي، هذا أمر عظيم جدا، فمسؤولية وأمان هذا الوطن يقع على عاتقنا. تطوير مهاراتنا السياسية لنصبح كفء لإمساك لتمسك مناصب سياسية، هذا مهم جدا للشاب البحريني العربي الخليجي. فاليوم نحن بغينا ننقل تجربة البرلمانيين الشباب وفكرهم أيضا للأخوان هنا في المملكة. شفنا أن في توافق كبير أيضا بين شباب الإمارات وشباب المملكة في المجال السياسي، في العمل البرلماني والتجربة أيضا البرلمانية، وهذا دل على وحدة المصير والمشترك بيننا. أيضا توجه القيادات في المنطقتين إلى نفس الاستراتيجية والرؤية. لله الحمد محظوظين جدا نحن كشباب، أعطانا فخر في أنفسنا أن باكر نحن نأثر في اللي حولنا، في أسرنا أول شيء، في المجتمع، وباكر ننقله إلى الأجيال الجاية بإذن الله. كما تم خلال الجلسة الحوارية التأكيد على أهمية مشاركة الشباب بفعالية في العمل السياسي ضمن الضوابط والقوانين المنظمة له والمتوافقة مع قيم وثوابت المجتمع الخليجي والعربي، حيث تمثل هذه المشاركة مساهمة حقيقية في تطوير المجتمع وتعزيز تطوره السياسي، باعتبار الشباب أمل الغد وقادة المستقبل ومن يعتمد عليهم في تطوير مشاريع التنمية بمختلف القطاعات. شهدت جامعة البحرين افتتاح أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في كلية تقنية المعلومات بحرم جامعة البحرين في منطقة الصخير، وذلك بحضور الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين والسيد عزيز تانج الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في مملكة البحرين.
اليوم احتفلنا بافتتاح مختبر هواوي للاي سي تي في جامعة البحرين. المختبر هذه هو واحد من الأعمال اللي بدأنا فيها مع هواوي من تقريبا 2016، قاعدين نشتغل معهم على عدة أصعدة. المختبر يخدمنا في عملية إنشاء هواوي أكاديمي في جامعة البحرين، واللي هي راح تخدم طلاب جامعة البحرين والمجتمع البحريني بصورة كاملة للتدريب على أمور كثيرة من للآي سي تي والراوتينج والنتوركينج. طبعا كذلك شهدنا توقيع الاتفاقية التفاهم بجامعة البحرين وهواوي، هي تجديد بالأحرى، وهي هي سلسلة واحدة من يعني الأعمال اللي في سلسلة كبيرة من الأعمال اللي ناجحة جدا بجامعة البحرين وهواوي، وإحنا فخورين فيها جدا لأن هواوي تعتبر جامعة البحرين شريك فيه في البحرين. طبعا إحنا نتطلع كذلك الآن إلى الفريق جامعة البحرين اللي راح يغادر الليلة إلى شنجن للاشتراك في المسابقة الدولية السنوية لهواوي، ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله والفوز. ويعني هما مو غريبين جدا على الفوز في هذه المسابقة، فزنا فيها أكثر من مرة وإن شاء الله السنة كذلك يحققون الفوز. لا بيوفر يعني بيئة حق الطلاب عشان هما يسوون التجارب العملية، وفي نفس الوقت هو يتيح فرصة حق الباحثين سواء كانوا أكاديميين أو طلبة دراسات عليا إنهم يسوون أبحاثهم في باستخدام أجهزة حديثة وفي مجال تقنية المعلومات والاتصالات. إنشاء هذه الأكاديمية التي من المنتظر أن تدرب الطلاب سنوياً في الجامعة لتعزيز قدراتهم في مجال التكنولوجيا وتمكينهم من اكتساب مهارات علمية منسجمة مع متطلبات العصر الرقمي المتنامي. طبعاً الأكاديمية بيكون لها أهمية عالية في خدمة طلبة جامعة البحرين، واللي راح يعني تخدمهم في عمل المشاريع المختلفة في مجال الاتصالات. طبعاً التجربة كانت وايد ممتازة، كل شركات الاتصال يراقبونها ويختارون منها الطلاب حق يضمونهم للشركات، وأنا لي الشرف والله كنت أني أجرب شيء وأطلع في الأوائل الحمد لله. يعني إن شاء الله هذه خطوة جديدة لتثبيت مستقبلي، وإن شاء الله في العالمية نفوز إن شاء الله. جامعة البحرين حريصة على تحديث المختبرات المختصة والمعدات المتاحة للطلبة والباحثين والمهنيين لإعداد طلبتها لشغل وظائف في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات المتنامية في مجال شبكات الحاسوب.